يوم يوم تعال خير ايش يبي ابوي؟ اظنهم جايين يخطبون ساره بس ها لا يدري احد والله. طب يما الشكل الرجال يا بنيتي ما قال لي بس عاد ها اياني وياك تعلمون احد. زين يما وش صاير؟ مبروك مبروك يا بنيتي اظن جاي لك عريس. انا؟ بس عاد ها اياني وياك لا يدري احد ان شاء الله. تعالي ايش رايك نروح نشوف شكله؟ يلا يلا قومي خليني اشوف. استني بشوفه بس. هو جاي يخطبني ولا يخطبك؟ يا رب. يلا شلون؟ أبشرك جاء خطيب لسارة بس ها لا يدري أحد. ألو أهلاً مشاعل شلونك؟ اسمعي أختي سارة انخطبت. إيه بس لا تقولين لحد ترى الموضوع سر للحين. إيه شوفي لما يتفقون بأي قصر بقول لك. والله ما أدري أكيد بيكون قصر كبير. يلا لا أدري أحد. مع السلامة. سمعتني سارة سمعتني تدري إن سارة